أعزائي تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، مرحبا بكم في درس اليوم الذي هو بعنوان التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ، وأهدافه هي تعرف التقنيات الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ وتوظيفها، وضع وإنجاز عمليات ضرب عددين أحدهما مكون من رقمين أو ثلاثة والآخر من رقم واحد بالاحتفاظ. فلنبدأ بوضعية الانطلاق. غرس فلاح ثلاثة صفوف من الأشجار، كل صف يحتوي على 15 شجرة. كم عدد الأشجار التي غرسها الفلاح؟ عدد الأشجار هو 15 × 3. لدينا هنا تمثيل للعدد 15، 5 مكعبات وقضيب واحد. 15 × 3، لدينا هنا 15 مكررة 3 مرات. سنحاول أن نضع عموديا عملية الضرب. 15 × 3. نبدأ بالوحدات. 3 × 5 = 15. لاحظوا جيدا، هنا لدينا 10 مكعبات يمكن مبادلتها بقضيب، وهذا هو الاحتفال، حيث نكتب 5 ونحتفظ بالواحد. 3 × 1، 3 + 1 = 4. إذن 15 × 3 = 45، وهكذا يكون عدد الأشجار التي غرسها الفلاح هو 45 شجرة. أضع وأنجز ما يلي: 142 × 3. هذا هو تمثيل للعدد 142، وهو مكرر 3 مرات. الوضع العمودي للعملية هو كالآتي: 142 × 3. للإنجاز نبدأ بالوحدات. 3 × 2 = 6. 3 × 4 = 12. لاحظوا هنا لدينا 12 قضيبا، وهكذا يمكن مبادلة 10 قضبان بصفيحة. هكذا. إذن 3 × 4 = 12. أكتب 2 وأحتفظ هنا بالمئة. نمر إلى المئات. 3 × 1 = 3 زائد الاحتفاظ الذي هو 1 = 4. 142 × 3 = 426. هنا في هذا المثال سنضع وننجز: 154 × 3. لدينا هنا تمثيل للعدد 154 × 3. سنحاول أن ننجز العملية الآتية: 154 × 3. نبدأ دائما بالوحدات. 3 × 4 = 12. لاحظوا هنا لدينا 12 مكعبا، ويمكن مبادلة 10 مكعبات بقضيب واحد. إذن 4 × 3 = 12. أكتب 2 وأحتفظ بالعشرة مع العشرات. 3 × 5 = 15 زائد الاحتفاظ يساوي 16. لاحظوا هنا لدينا 16 قضيبا، وهكذا 10 قضبان بادلناها بصفيحة واحدة، فأصبح لدينا
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست عشرات. هنا في العملية ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر زائد واحد ستة عشر. أكتب الستة وأحتفظ بالمئة. ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة زائد واحد أربعة. لاحظوا هنا أصبح لدينا أربع صفائح. إذن 154 في 3 يساوي 462. نمر الآن إلى أمثلة أخرى. أنجز ما يلي: 35 في 2، 2 في 5 يساوي 10. أكتب الصفر وأحتفظ هنا بالواحد. 2 في 3 يساوي 6 زائد 1 7. وهكذا 35 في 2 يساوي 70. ولا ننسى إضافة الاحتفاظ. نمر الآن إلى المثال الثاني. 170 في 3. أبدأ دائما بالوحدات. 3 في 0 يساوي 0. 3 في 7 يساوي 21. أكتب الواحد وأحتفظ هنا بالإثنان. 3 في 1 يساوي 3 زائد 2 يساوي 5. 170 في 3 يساوي 510. نمر إلى المثال الثالث. 356 في 2. 2 في 6 يساوي 12. أكتب الإثنان وأحتفظ بالواحد. 2 في 5 يساوي 10 زائد الاحتفاظ الذي هو 1 يساوي 11. أكتب الواحد وأحتفظ بالواحد. هكذا 2 في 3 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7. 356 في 2 يساوي 712. نمر الآن إلى التمرين. أنجز العمليتين التاليتين: 260 في 2 و 124 في 5. مهلة الإنجاز. مئتان وستون في 2. 2 في 0 يساوي 0. 2 في 6 يساوي 12. أكتب الإثنان وأحتفظ بالواحد. 2 في 2 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5. 260 في 2 يساوي 520. نمر للعملية الأخرى. 124 في 5. 5 في 4 يساوي 20. أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان. 5 في 2 يساوي 10 زائد 2 يساوي 12. 5 في 1 يساوي 5 زائد 1 يساوي 6. 124 في 5 يساوي 620. وهكذا نكون قد أنهينا درس اليوم. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.